عيب عليكم، والله عيب عليكم، كل واحد فيكم ريال مشورب ومعضل ومجسم ونادي، والله وينك؟ والله رايح ألعب الباي شوية فاش عندي. استحلى وجهك، الباي فاش عندك ومخلي أمك السايق يدزها يوديها المستشفى. هذا الباي حق شنو حاطه؟ حق شنو؟ عشان تفلسف جداب خلق الله بدل تودي أمك المستشفى؟ والله عيب عليكم. هذه الأم اللي ربت روحوا شموهم بالرازي، كل هندي يعدل حجابها، ماما مني شعر طلع، هاي ما هي ما سوى ولا خدامة. استح، والله عيب عليكم. وتقعد بالديوانية، أنا ريال ما شفت الرجولة. وأنا أقول لك إياها، إذا كانوا يستحون يقولون أنا إياها، إذا هذه الرجولة عندك إياها يا حيف على الرجولة، يا حيف على الرجولة. رجولتك بأمك وأبوك برهم. زوجتي صالح، والله لما نروح غدا أمي ما تعطي وجه حق زوجتي. زوجتك منو؟ زوجتك منو عاد؟ ما أدري الحين، سندريلا موت الحين، زوجتي وزوجتي ذبحتنا بزوجتك، ما أدري منو هالمرأة عاد الحين. احترم زوجتك، حبها ونعم فيها، أم عيالك لا تبديها على أمك وأبوك. لا لا لا، أمي وأبوي بعدين أنتي. وأنا أقول هاي كلمة الأوليين، المرأة تي مكانها مرأة، الأم ما تي مكانها، والأبو ما هي مكانها. وأنا أقول كلمة وأنا أول واحد نطبقها أختم فيها، وايد ناس يقول يا ريت أمنا عندنا، أمنا ميتة يا صالح.